العمال قاطرة التنمية ووقود الحضارة زي ما بيقولوها والتقدم في أي بلد، عشان تتقدم وعشان تعمل حضارة، عشان تعمل تنمية، عشان تحقق نجاح في أي المجالات لابد من الاهتمام بالعمال. وعشان كده عملوا لهم عيد اسمه عيد العمال، وبقى في نقابات اسمها نقابات عمالية، بل في ثورات قام بيها العمال وتغير النظام ده بسبب قوة العمال. في بلدنا العامل المصري بيعاني منذ 10 سنوات حتى الآن من كل النقائص اللي ممكن تصيب مجال العمل. تصفية شركات وبيعها على الفاضي وعلى المليان، الحد الأدنى اللي ما بيجيبش كام كيلو لحمة، المشاكل اللي بتسببها الحكومة للعمال إما بسبب الفصل التعسفي أو قوانين بتأيد حرية العمال، ضيف عليهم كمان المشاكل اللي بيعانيها العامل داخل المصنع وعدم تطوير المصانع، عمليات التنمر، كل دي مشاكل بيقابلها العمال المصريين خلال الكام سنة اللي فاتت. والدولة مطالبة بالحل. وزارة القوى العاملة، الوزارة المسؤولة عن حقوق العمال في البلد، مطالبة بحل أزمة العمال. خرج علينا هذا الخبر امبارح أو النهاردة الصبح، قال لك مصادر دراسة تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل. وكأن مشاكل العمال في بلدنا أكثر من 25 مليون مواطن مصري على قوة هذه الوزارة انحصرت فقط في اسم الوزارة، وقال لك هنغير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة عشان تتناسب مع مثيلتها في الدول المتقدمة. يعني أنت النهاردة لما تغير اسم وزارة القوى العاملة لوزارة العمل هيبقى زيها زي وزارة العمل الأمريكية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الكندية أو الألمانية. العامل المصري هياخد حقوقه وهيتمتع بحريته، هيبقى عنده حد أدنى يقدر يعيشه ويعيش ولاده، هيبقى عنده قانون يحميه، قانون يدافع عنه، مش قانون بيعمله البهوات بتوع مجلس الشيوخ اللي هم أصلا كلهم رجال أعمال. قال إيه؟ عشان يحموا العمال اللي شغالين عندهم. والمهم كلام كتير بقى خلال الكام ساعة اللي فاتت ان بسبب توجيهات سيادته وتعليمات معاليه وخطة جنابه هيتم تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة لوزارة العمل. طب مين اللي قال ومين اللي وجه؟ قالك بتوجيهات رئاسية، ده بعد انطلاق المبادرة اللي اطلقها السيسي في اكتوبر اللي فات لتطوير الصناعة المصرية، وقالك ابدأ. يا اخوانا احنا مشكلتنا مش في نبدأ، احنا بديين مش من النهاردة، احنا بادئين قبل 100 سنة. اللي مش فاهمه السيسي، واللي مش فاهمه اللي شغالين معاه، واللي مش فاهمه السادة بتوع القوى العاملة، والسادة بتوع قطاع الأعمال، والسادة في مجلس الوزراء، والسادة في المناطق الصناعية المصرية، والسادة في وزارة الصناعة والتجارة، ان احنا مش محتاجين نبدأ، احنا بادئين قبل 100 سنة. احنا في يوم من الأيام كنا متقدمين عن دول النهاردة بتتحكم فينا وبتسلفنا وبتسوقنا قدامها بسبب القرارات السياسية. احنا بديين مش محتاجين نبدأ، احنا محتاجين نوقف المذبحة اللي عاملاها الحكومة ضد قطاع الأعمال أو ضد المصانع أو ضد العمال. اللي بيقولك ابدأ النهاردة واللي عايز يغير اسم وزارة القوى العاملة عنده على الأقل لحد 2016، من 2014 ل 2016 تم إغلاق 8000 مصنع وتشريد 2 مليون عامل. سنتين فقط، من 2014 ل 2016 بسبب القرارات الخطأ اللي خدتها الحكومة، إما بتصفية المصانع أو تسريح العمال أو الفصل التعسفي من بعض الشركات أو الحد الأدنى اللي ما عادش بيأكل عيش، تم إغلاق على الأقل 8000 مصنع وتشريد 2 مليون عامل، منهم 70% من مصانع الطوب. والخبر ده قبل شهور، 70% من مصانع الطوب في البلد وقفت عن الإنتاج، ده لأن الحكومة قررت محدش يبني في البلد اللي هي، ولا حد يعمر غير المصانع أو الشركات اللي تابعة للقوات المسلحة. المواطن يتخرب بيته، مصانع الطوب تقف عن العمل، قطاع الإنشاءات، خليني أقول لك شوية معلومات كده عن قطاع الإنشاءات. حوالي 4 مليون مواطن شغال في قطاع الإنشاءات، ما بين عمال، مهندسين، فنيين، مقاولين، تجار. 4 مليون مواطن خلال العشر سنين اللي فاتوا أو الأربع سنين الأخارة دول اتخرب بيوتهم بسبب إيقاف البناء. طيب
قطاع الانشاءات كان بيساهم بقد ايه في الداخل او في الانتاج المحلي؟ حوالي 16% او 16.2% بسبب قرار الحكومه او قرار السيسي بايقاف عمليات البناء في عموم الجمهوريه. 4 مليون مواطن اتخرب بيوتهم، 16.2% من الانتاج المحلي اتوقف واتحرمنا منه. فبقى المصانع اللي كانت في 2016 8000 مصنع وصل عددهم في نهايه في بدايه 2020 10000 مصنع. شايف ما شاء الله، يعني شغالين بخطه موديانا في 60 داهيه. من 2014 2016 قفلوا 8000 مصنع، من 2014 2021 قفلوا 10000 مصنع، تم تشييد ما يزيد عن 3,500,000 عامل، ده حسب بيانات رسمية للنقابات العمالية، ما بين مصانع اتقفلت، ما بين عمال اتفصلوا، عمال لقوا نفسهم في الشارع، عمال الشركة بتاعتهم اتباعت والملك الجديد مش عايز يشغلهم. أما مصانع الغزل اللي بيقول لك لسه هنبدأ واللي عمرها بيتجاوز 60 70 80 سنة، خبير اقتصادي بيقول لك تم إغلاق 70% من مصانع المحلة للغزل والنسيج. ده كان مين؟ ده المهندس طارق الزيدان خبير تطوير إدارة المشاريع، وقال إن إحنا عندنا حوالي 4000 مصنع وورشة شغالين في الغزل والنسيج في البلد. كانوا في يوم من الأيام بيساهموا بأكتر من 25% من حجم صادرات البلد. متخيل؟ ربع صادرات البلد قبل 30 سنة من النهاردة أو 40 سنة من النهاردة كانت بتخرج من مصانع الغزل والنسيج، اللي النهاردة اتقفل منها حوالي 70% بسبب ان الحكومة مش في دماغها المصانع. حكومة اللي عمالة بتصرف مليونات تريليونات على الطرق والكباري والاسمنت والرمل اللي في الصحراء بتقفل المصانع. فبقى عندنا على الاقل اغلاق 2600 مصنع للنسيج في البلد. متخيل لما خلال 8 سنين الحكومة تقفل او تساهم او تساعد في اغلاق 2600 مصنع في قطاع واحد وهو قطاع الغزل والنسيج، يبقى احنا عندنا كارثه سوداء متمثله في اداره البلد. لا مشكلتنا النهارده في اسم وزاره القوى العامله، ولا مشكلتنا في ابدا او ما تبداش، العب او ما تلعبش، المشكله في العقول المصديه اللي بتدير ملف الصناعه في البلد. فكل يوم بيتقفل مصانع، كل يوم عمال بيتشردوا، كل يوم بتخسر مصانع، كل يوم ناس بيتخرب بيوتها، كل يوم ناس بتتدين، كل يوم مستثمر بيهج ويطفش ويسيب البلد. الحديد والصلب نموذج صارخ. يبقى عندك النهاردة عايز تعمل مستقبل لازم يبقى عندك مصنع للحديد والصلب. حديد والصلب النهاردة بتخش في كل حاجة، لازم يبقى عندك مصنع قومي، مصنع بتمتلكه الدولة. كان عندنا مصنع عمره أكتر من 60 سنة، أول قرار خدوه صفوا قلعة الحديد والصلب في حلوان عشان طمعوا في الأرض بتاعتها اللي كانت موجودة على النيل، وهيعملوها أبراج وجراجات وكافيهات ويبيعوها ويبيعوها للمستثمرين. وقال لك الحديد والصلب إغلاق مصنع حلوان ليس نهاية المطاف. هتعمل إيه تاني؟ ما هو طبعا لما تقفل مصنع حلوان للحديد والصلب بعد 60 سنة رغم اعتراضات العمال ورغم ان العمال رفضوا تصفية المصنع، عمال قالوا لك ان المصنع شغال حرام توقفه، حرام تطمع في ارض المصنع، لكن انت ما سمعتش الكلام ورحت صفيت المصنع، واحد من القلاع الصناعية اللي ساهمت في بناية النهضة الحديثة. المصنع ده هو اللي بنى استاد القاهرة، هو اللي شارك في بناية السد العالي، هو اللي شارك في عمل شبكة الطرق والمواصلات والسكة الحديد في البلد. فنتيجة لإغلاق مصنع حديد وصلب حلوان كان طبيعي تقفل شركة النصر للكوك. وقال لك دورة إنتاج لن تعود. النصر للكوك خبر حكايات من دفتر فخر الصناعة بعد تصفية. حط لي كده الخبر لو سمحت بتاع شركة النصر للكوك، لأن الشركة كانت معتمدة بشكل أساسي ورئيسي على مصنع حلوان. البداية أنت قفلت مصنع حلوان، العمال اعترضوا ما سمعتش كلامهم، مجلس النواب اعترض ما سمعتش كلامه، الخبراء المتخصصين، الشعب، الجمهور، التاريخ، الحضارة، المستقبل، اللي بيفهم واللي ما بيفهمش، اللي رايح واللي جاي، قال لك استنى ما تقفلش المصنع، قفلته. فالنتيجة
كان عندنا مصنع تاني اتقفل هو مصنع النصر للكوك، فبقى الصناعة بمشتملاتها، صناعة بمشتملاتها كلها راحت النهاردة في الحديد. معنا فيديو لعمال مصنع الحديد والصلب واللي بيصرخوا بعد إغلاق المصنع وتشريد آلاف العمال، نتابع هذا الفيديو. دي كانت المشاكل اللي عملتها الحكومة اللي طمعت في أراضي بعض المصانع. أحكي لكم حواديت أكيد حضراتكم عارفينها، حدوتة مصنع غزل ونسيج كفر الدوار اللي النهاردة بيعملوا على أرضه أبراج ومناطق وكومباوندات سياحية عشان كفر الدوار على الزراعي ما بين اسكندرية القاهرة وحتة بومبوناية في مدخل اسكندرية، فشردوا العمال وهدوا مصنع من أقدم المصانع عشان ياخدوا أرضه. حكاية شركة الملاحة، شركة اسكندرية للملاحة، حكاية مصنع أبو قير للأسمدة اللي فرطت في واحد من مقومات الإنتاج الزراعي، حكاية شركة اسكندرية أو شركة مصر للسياحة، حكاوي من هنا للصبح، مصنع طلخة، مصانع الدلتا للكيماويات، مصنع إدفو ألومنيوم نجح حمادي، كل دي مصانع الحكومة إما باعتها أو بتبيعها أو بتزنق على الموظفين والعمال عشان يتفشوا ويسيبوا المصنع. فعلى الأقل بقى عندنا بعد تشميع 5000 مصنع عندنا أزمة جديدة بقى بتواجه قطاع الصناعة في البلد، وهو نقص الدولار. قال لك نقص الدولار اللي النهاردة الدولار ما شاء الله وصل الأربعين وعدى الأربعين. بعد أهو 11000 مصنع متوقفة عن العمل بسبب نقص الدولار، والحل مش قريب ده حسب كلام بعض الخبراء المتخصصين في الصناعة والاقتصاد، إن أزمة الدولار اللي بتقابلنا النهاردة واللي ربما ما تتحلش خلال الفترة اللي جاية مع زيادة الديون وأعباء القروض، فبقى عندنا بسبب الدولار على الأقل اتقفل 5000 مصنع بسبب الدولار لوحده. الناس اللي كانت بتعتمد على المواد الخام المستوردة، الناس اللي كانت بتعتمد على الدولار في توفير احتياجات المصانع، بقى عندنا تشميع 5000 مصنع ونقص الدولار بيهدد بإغلاق بقية المصانع العاملة. معايا فيديو أيضا لبعض العمال اللي بيحكوا لنا إيه اللي حصل في مصانعهم وإزاي الحكومة ساهمت في خراب قطاع الصناعة في البلد، نتابع. مين يا جماعة؟ خلاص الجمعية العمومية أكدت فضلت على قرار تصفية الشركة ونقل الشركة وتشريد 2700 عام. ارحموني ارحموني، عايزين تتنقل هم معتصمين بسبب قلة مرتبات 7 شهور. مين في الدولة يتحمل؟ مين في الدولة يتحمل ما يقبضش 7 شهور يا اخوانا؟ حلال ده ولا حرام؟ لو سمحتم احنا بنتحارب من جهات كتير في الدولة، معاهم الإعلام، معاهم السلطة، معاهم مناصب كتير، عايزين يهدوا. الراجل بيقول لك معاهم الاعلام ومعاهم السلطه ومعاهم الفلوس ومعاهم مجلس النواب ومعاهم القرار ومعاهم حتى البنك المركزي، اللي اصحاب الشركات والمصانع بقوا يتحايلوا خلال الكام سنه اللي فاتت على البنك المركزي انه يتدخل عشان يحل مشكله الدولار، والبنك المركزي طبعا ما بيقدرش يتحرك غير بكلام او اوامر مباشره للحكومه. تفاقم أزمة المصانع، هل يتدخل البنك المركزي؟ نقيب المستثمرين قال كل المصانع بتعاني بسبب وقف الاستيراد ومشاكل الدولار، لكن كالعادة البنك المركزي مش موجود، كالعادة الفلوس اللي بنستخسرها في استيراد المواد الخام بنجيب بيها مواد مصنعة، كالعادة المصانع اللي قفلناها عملنا مكانها طرق وكباري، وكالعادة
المواطن او العامل بيدفع الثمن. تقريبا مفيش بيت في البلد الا واتكوى بفشل قطاع الصناعه، ويمكن الاقتصاد تاثر بشكل مباشر بفشل هذا القطاع. عايز تقول لي عندك اقتصاد مزدهر، قول لي انت بتنتج ايه؟ احنا مع الاسف انا اسف بنستورد النهارده لحد دكه البنطلون، دكه الملابس الداخليه بنجيبها من بره، مش هقول لك دكه، مش هقول لك استك الفلوس، استك اللي بيستخدم في الملابس الداخليه بنجيبها من بره، ليه؟ ما عندناش صناعه محليه، رغم ان عندنا 117 منطقه صناعيه في البلد، عندنا عشرات الالاف من المصانع، الا ان المناطق الصناعيه دي نسبه الاشغال فيها لا تتجاوز 37% حسب كلام وزاره الصناعه المصريه. لكن الحكومه اللي في وادي تاني اللي هو اخويا هايص وانا لايص او اخويا لايص وانا هايص، حكومه بتقول لك 7 سنوات صناعه، عهد السيسي يعيد مصر الصناعيه، استراتيجيه احياء الصناعه الوطنيه، انشاء اكثر من 4000 مصنع جديد، الاستثمار في قطاعات حيويه، ضبط منظومه الاستيراد العشوائي، تدشين 5 مدن صناعيه. السيسي يعيد عهد الصناعه، عهد السيسي او السيسي اعاد عهد الصناعه لمصر، السيسي اللي خرب المصانع واللي باع المصانع للامارات والبعض الدول والمستثمرين، السيسي اللي قفل مصنع الحديد والصلب واللي باع شركه ابو قير للاسمده واللي قفل اسكندريه للملاحه واللي باع مصر للسياحه، سيسي اللي رهن معظم الشركات المصريه والاصول، اللي عارض شركاتنا واصولنا وشركات قطاع الاعمال وشركات الحكومه على اي حد يدفع دولارات، اللي النهارده بقت البلد مملوكه من يمينها لشمالها لشرقيها لغربيها، بيقول لك السيسي رجع عهد الصناعه المصريه. بأمارة ايه؟ قول لي بنصدر ايه النهارده؟ قول لي النهارده احنا بنصدر ايه؟ قول لي ايه المصانع اللي اتفتحت في عهد عبد الفتاح السيسي غير مصنع البطاطس المهروسه اللي اتفتح قبل كام يوم، ومصنع مش عارف الصلصه اللي اتفتح فين، ومصنع المكرونه اللي فين، ويا ريتنا بنصدر، ده مش مكفي الانتاج او الاستهلاك المحلي، فين الصناعه اللي حصلت؟ اهو بالورقه والقلم. قول لي 10 سنين النهارده من حكم السيسي او الحكومه الحاليه ايه المصانع اللي اشتغلت، وانا اقول لك ايه المصانع اللي اتقفلت، ايه المصانع اللي اتخربت. 2 إلى 3 إلى 4 مليون مواطن النهارده اتخرب بيوتهم، 10,000 مصنع النهارده اتقفلوا، وجاي تقول لي اعاد تاريخ الصناعه المصريه؟ طب شوف هذا الكلام، هل بنت مصر 8,000 مصنع في عهد السيسي؟ وطبعا ده من صفحه او من منصه ما تصدقش، لان دي كذبه كذبتها الحكومه والمنصه كانت مفنده. حكومه ما بنتش او السيسي ما بناش 8,000 مصنع، سيسي قفل لحد النهارده ما يزيد عن 4,800 مصنع. 4,800 مصنع اتقفلوا، و10,000 تعثروا واتخرب بيوتهم، وفي مصانع موجوده على الورق، والمناطق الصناعيه النهارده مقفوله مع الاسف ومش موجوده. هختم مع حضراتكم بهذا الفيديو لعمال الحديد والصلب اللي بيطالبوا الوزاره بتقديم استقالتها. وزاره النهارده اللي بتغير اسمها بعد ما خربت بيت العمال، وزاره القوى العامله النهارده بتغير اسمها، وانا بقترح على حضراتكم طالما الحل في اسامي الوزاره نغير كمان وزاره قطاع الاعمال لوزاره قطع الاعمال او قطع الارزاق، فيبقى عندنا وزاره العمل اللي هي المفروض وزاره البطاله وعدم العمل، ووزاره قطع الارزاق او قطع الاعمال، ويبقى كده اتعشت قوي وشكرا كتر الف خيركم، خربتوا بيوتنا. نتابع. الصلب فيه رجاله، الصلب فيه رجاله.